إذن إذا بتطلعوا هلا أحد الأشياء إحنا عندنا حكينا عن الهوموجينيوس ترانسفورميشن تي كابيتال تي سميناها هوموجينيوس ترانسفورميشن وهي 4x4 الجزء هذا الثلاثة هذول 3x3 هاي بتمثل روتيشن وهذول الثلاثة بيمثلوا ترانسليشن وهذا دمي لاين ضفناه عشان أقدر أستعمل الهوموجينيوس ترانسفورميشن. الهوموجينيوس ترانسفورميشن مهمة جدا. فإذا أنا بقول T بتساوي كذا هون فيها 3x3 elements هدول بيمثلوا الروتيشن وهدول بيمثلوا الترانسليشن. فأنا بإمكاني في عندي instructions موجودة في الروبوتكس تول بوكس بإمكاني إذا عندي ترانسليشن معينة أركبها وأحطها في T في كابيتال T. فمثلا إذا أنا بدي أجيب homogeneous transformation اللي بتعطيني ترانسليشن مقداره X وY وZ يعني X بحرك X بحرك Y بحرك X عفوا Y وZ هدول في هاي الترانسفورميشن اللي هون. فإذا قلت T تساوي translation x y وz بعطيني t فيش فيها rotation لأن أنا ما أعطيت rotation x y وإذا جيت أعطيته t rotation يعني homogeneous transformation rotation حوالين ال x وأعطيته زاوية هون طبعا بالradians بتكون الزاوية رح يعطيني هاي فيش فيها translation بس رح يعطيني الزاوية embedded هون في rotation. أوكي الكل فاهم الهاي؟ خلينا نأخذ عليها مثال هون. فلو اجينا قلنا مثلا اخذنا انا بدي اعمل ترانسليشن مقداره 0.4.20 ايش يعني 0.4.20 يعني بدي الهوموجينيوس ترانسفورميشن اللي بتمثل خلينا نطلع على الانستركشن نفهمه هي راح نحطه هون على الكوماند ويندو. اذا هون بقول اعطيني على شكل هوموجينيوس ترانسفورميشن شيء ما في روتيشن لكن في ترانسليشن بمقدار 0.4 باتجاه البوزيتيف x 0.2 باتجاه البوزيتيف y و0 باتجاه ال0. اذا كبست الان انتر شوفوا شو اعطاني ايش الروتيشن الموجود هون فيش روتيشن مش هيك اعطاني 1 1 1 واعطاني ال1 0 0 0 اللي هي الدمي وهون اعطاني ترانسليشن. فهذه اذا ضربت هاي الهوموجينيوس ترانسفورميشن راح تعمل ترانسليشن راح تحرك شيء بمقدار او راح تتحرك 0.4 باتجاه ال x 0.2 باتجاه ال y و0 باتجاه ال0. وكمان اذا اجيت عملت بدي اعمل روتيشن حوالين فلو جينا هون اخذنا مثلا كوبي وهي خلينا اسميها تي 2 بتساوي هلا هون تي 2 بتساوي الروتيشن اراوند ذا اكس اكسس باي ان انجل باي راديانس. اذا كبسنا كمان انتر هون راح تشوفوا تي 2. هلا تي 2 ما فيها ترانسليشن وفيها الدمي نفسه هون بس فيها الان روتيشن. هلا واضح باي انسبكشن متذكرين اذا كانكم شايفينها اذا مش شايفينها خلينا ارفعها شوي. بقدرش ارفعها اكثر. 0 0 1 0 0 معناها الروتيشن حوالين اي اكسس؟ الاكس اكسس مش هيك؟ وين موجود راح يكون في عندي كوساين ماينس ساين ساين كوساين مضبوط؟ فكوساين ايش الزاويه اللي كوساينها ناقص 1؟ 180. اوكي ماشي. طيب لو ضربت الان تي 1 في تي 2 شو بصير عندي لو ضربت الاثنين في بعض؟ رح اعطيني الاثنين وهذه حلاوه الهوموجينيوس ترانسفورميشن انه انا خلص بضرب تي في تي في تي قد ما بدي عدد من المرات لكن بدي اتذكر انه اللي بنعملها ابلكيشن على الفيكتور هي اخر وحده بحطها هون. بالحاله هاي ما باثر لانه الروتيشن والترانزليشن. فلو جيت قلت هلا تي بتساوي تي 1 بتساوي T1 ضرب T2 شوفوا ايش عمل اخذ الروتيشن وحطها هون واخذ الترانزليشن وحطها هون. هذه حلاوه الهوموجينيوس ترانسفورميشن. انا ببساطه بس بضرب ماتريكس هوموجينيوس ترانسفورميشن في هوموجينيوس ترانسفورميشن بصير عندي هاي هون الروتيشن باي ديجريز اراوند اكس وعندي هون ترانزليشن مقدار 0.4.20. اوكي الكل فاهم هذا؟ هاي اوبريشن وهاي اوبريشن اذا عملتها على كولوم فيكتور بتعمل هذا بالفيكتور. شو بتعمل؟ بتاخذ الفيكتور اللي موصوف بكوردينيت سيستم وبترجعه للبيس اللي بينهم في بينهم ترانسليشن مقداره 0.4.20 في بينهم روتيشن بمقدار 180 درجه حوالين الاكس.